كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. هذا مو كلامي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مؤخرا وللأسف الشديد بعض المصطلحات والسلوكيات الناس أخذتها وصارت تطبقها في الحياة كمبدأ وما عندها جوهر الشيء. فمثلا كل الحاجات اللي تندرج تحت مسمى الحرية الناس ما هي فاهمتها، التحرر، تحرر المرأة، حرية الرأي، الليبرالية. أبا أخذ حاجة واحدة بس اللي هي مبدأ حرية الرأي، إنه الواحد من حقه يقول اللي يقوله. يا جماعة الدين الحياة، ديننا متغلغل في داخل كل شيء نسويه في حياتنا. فلما نجي نمشي نعرف إن الله قال والذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا جينا ناكل نعرف إنه الرسول وصى ناكل باليمين ونذكر الله لأنه الشيطان يأكل معانا. إذا جينا بندخل الخلاء فأعطانا أذكار وأدعية، عندنا في اليوم كامل 5 صلوات وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والصغير يسلم على الكبير وعطوا الطريق حقه، والداخل يسلم على الخارج. كل الحاجات في الحياة داخل فيها الدين عشان حتى لما تجي أنت تطبقها وتجي تسويها كإنسان مسلم مو كأي إنسان. كلامي هذا عشان التعليقات اللي جاتني في اليوتيوب تحديدا، بحكم انه يعني انا ماني فعال كثير في اليوتيوب، لكن في مقطع صراحة انتشر بشكل واسع وردود الفعل جدا كبيرة وكثيرة، اللي هو مقطع اللي تكلمت فيه عن مضاربة الحمدانية. وعاد خذوا التعليقات فيها تباين، وهذا اختلاف باختلاف البشر، طبيعي جدا يكون في اختلاف بين مؤيد ومعارض، بين اللي في المنطقة الرمادية وبين اللي يشوف انه لا انت اسأت في كلامك، وبين يعني تشوف امور كثير تهمني ان انا اقراها. بس الغريب فين؟ الغريب انه في احد يسبني، في احد يغلط علي، في احد يدخل في عرضي، في احد يعني انا مستغرب يعني والله. مستحيل اطلب من احد حر مستقل في تفكيره، الله اعطاه هذه الميزة العقل، ويكون امعه مع الناس عليهم معاهم. ما لا لا يا حبيبي، خلي عندك عقل تميز انت مع يعني تفكر في الفكرة هذه، يا انك تكون مع الشخص هذا او ما تكون مع. حتى انا كلامي مو شرط يكون صح ومو شرط انه يناسب اي انسان، هذه بطبيعة الحال. حتى احنا بنتابع ناس في وسائل التواصل الاجتماعي مو كل محتواهم بيعجبني، يعني حتى وان كان كويس المحتوى بس ما يعجبني وجهة نظر. فانا ايش دوري هنا؟ ايش اسوي؟ وهذا الشيء اللي قاعد اقول لكم، كل شيء داخل فيه الدين. كلامك اللي تقوله قل خيرا أو اصمت، يعني لما أنت شيء يعجبك بتبدي إعجابك تقول، ما عجبك تقدر أنك تنتقد، انتقد بشكل موضوعي أنه الشخص بيستفيد من كلامك. لكن لا تسيء، لا تسب، لأن المؤمن ليس باللعان، ولا في معنى حديث كذا أنه المؤمن ما هو باللي يقول الكلام البذيء ولا هو اللي بيلعن ويسب لك. إحنا نشوف عندنا سب وشتم ولعن، حتى لعيبة الكورة لاعب ضيع هجمة نسب ونلعن، رئيس نادي نسخط ونلعن ونسب ونسب. ليش؟ ليش هذا كله مسجل عليك؟ تخش تهاجم شخص وتكتب تعليقك من باب وجهة نظرك، هذه مرة مو وجهة نظر، هذه ما أدري إيش أسميها، يعني قل خيرا أو اصمت. ما عجبك يا أبوي مع السلامة. سنابات مثلا سوي سكيب، يوتيوب حرام أصلا، نحن نضيع أوقات كثيرة جدا تهدر بنتابع حاجات ما احنا مستفيدين منها أي شيء. شيل يا عمي، ولا أنك تخش تسب الآدمي. قل خيرا أو اصمت، تكفى. نش اللي يصير في اليوتيوب؟ واحد الناس تخش تقرأ، تحب تقرأ للتعليقات، فيقوم يقرأ فما يعجب الرد حق هذا فيرد عليه وهذا يرد عليه، فتصير نقاشات بسبب إنه واحد فتح موضوع ولا يسوى أصلاً. الناس خلف الجوالات وخلف هذه الأجهزة ما أنت عارف كم عمارة وإيش عقليتها وإيش مرجعها، حتى ما يقدر ترد عليه، لأنه تخيل أنت ترد عليه وسبك وأنت رديت عليه يطلع طفل عمره 10 سنوات. ما أقدر صراحة.